بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في احد الاصدقاء طلب مني ان انا بدل ما بكتب اسم الدور لا اكتب له في التاج هنا اسم الدور والليفل، يعني هو عايز يعرف الباب ده في انهي ليفل. طيب اعمل ايه حاجه زي كده؟ استعين بالداينامو، اقول له داينامو. انا ممكن اكتبها مانوال ان انا اعلم على الباب واكتب جنبها الليفل، بس احنا عايزين نعملها بطريقه تلقائيه لان ممكن يكون عندي مبنى كبير، فلما يكون مشروع كبير ومعقد وفيه تفاصيل كتيره اخش على الداينامو. هقول له نيو، هقول له انا عايز كاتيجوري. طيب الكاتيجوري دي بجيبها منين؟ من الريفت سيلكشن كاتيجوري اول اليمنت اوف كاتيجوري. تمام. طيب انا دلوقتي احنا بنتكلم في ايه؟ في الابواب، فمش هختار الشبابيك، هقول له دور. هو اختار حاجه تانية خالص، دور. طيب وبعد كده هقول له رتبهم لي حسب الفاكشن، سورت باي فاكشن. دي الليسته بتاعتي اللي فيها اسامي الباب كلها، وده الفاكشن بتاعتي. طب الفاكشن ده عايز ابدا اعمله كومبوز، هاخد معلومه معينه دلوقتي فاقول فاكشن كومبوز اللي دي. تمام. اقدر ازود كذا داله لو انا عايز. ماشي. طيب اقول له اول واحده انا عايزها اللي هي فاميلي لوكيشن، فاميلي انستنس لوكيشن. لوكيشن اي اللي هي دي. طيب وهدي له الحاجه التانية اللي هي المكان بتاعها فين، اللي هي بوينت اكس. تمام. اللي هي ديت. طيب وبعد كده هقول له اعمل لي ليست سورت. بص هنا ديت بدأ يجيب لي لستة بالنواع الفاميلي اللي موجودة الأبواب. تمام. طيب بعد كده هقول له جروب باي فاكشن، اعملهم لي جروب مع بعض. هياخد الليست ديت، عايز اديله بقى ايه فاكشن يكون فيها برامتر اللي هو اللي احنا محتاجينه اللي هو الليفل. احنا محتاجين نحط نضيف الليفل، فاقول له ايه جيت برامتر. برامتر وهدور بقى على جيت برامتر. جيت برامتر باي نيم. سيب برامتر باي نيم. جيت برامتر فاليو باي نيم. طيب هنا انا عايز البرامتر نيم اللي هو ايه اللي هو الليفل، فادوس هنا واقول له اكتب لي سترينج ليفل. الليفل واديله هو ده. يبقى انا كده خدت اللي هي موجوده في انهي ليفل. تمام. طيب دلوقتي هنبدأ نعمل اتنين ليست، هقول له ليست كاونت. خلينا نكتبها هنا ليست كاونت
اهيت اديله الليست ديت واقول له حط لي دي، عايز ابدا ارقمهم، فاقول له كود، هيبدا يشوف الليفلات ويبدا يرقمهم كود بلوك، هقول له رقمهم لي من اول واحد لي ان داخل رقم ليهم. بيقول لي انا ما عنديش ان، هقول له خد الان اهوت، وبعد كده هقول له string from object، حول لي الكلام ده لنص عشان اقدر اتعامل معاه. طيب خلينا نيجي هنا بقى نعمل لسته تانية، هقول له اعمل لي جيت برامتر اللي احنا كنا استخدمناه من شويه، هيت element جيت برامتر، اجي هنا اقول له اعمل لها بيست، تمام. كود بلوك ليفل، عايز اقول له بقى الليفل نيم، هيبدأ ياخد الليفلات من هنا. دلوقتي اضيف علامة الزايد عشان اضيف حاجة للليفل نيم، اجي هنا اشيل ديت علامة الزايد دي اهيت، ده الاكس بتاعي، وعايز اضيف في الواي هنا هقول له سترينج، هضيف هنا العلامة الشرطة ديت بالشكل دوت، باجي هنا اقول له string insert، هاجي هنا اقول له الindex بتاعي هي كود بلوك خليه زيرو، الindex. طيب هو عايز بقى ادمج الاتنين ليست دول مع بعض، هقول له ليست كومبايند، ده ليست واحد وده ليست اتنين وده الكومبايند بتاعي. بعد كده هقول له بقى ست برامتر، الاليمنت بتاعي هي الدور، فاجي هاخد من هنا الدور، البارامتر نيم هقول له هنا انا عايز المارك، فهستخدم سترينج مارك، الفاليو هاخد الفاليو دي احطها هنا، هو دلوقتي بدأ يشتغل على انه يظبط المارك بتاع كل دور، ان هو ياخد اسم الباب وياخد اسم الدور ويحطهم مع بعض.